مكيف ها؟ اجيت تحت مكيف يصدع راسك. خله يصدع، خله والله انا راح خله صداع ما يجيب ما يجيب الا محمد جابر. محمد جابر يا محمد جابر. كيوي كيوي والله ابو جابر مكفولك هو بالغلط. وقلت كمل انا قلت له اربعه مكينه اربعه يوم طلعت مكينه اربعه يوم ماشي قلت مكينه اثنين اعتبرت 12 ساعه وجيت ترى اخر شيء صفر يا ابو محمد. والله انا مو مستنعيم ابو محمد. اليوم يوم مفتوح. نعم مخالفات مخالفات العالم. كيف الحال؟ انا ابشركم ما تبي ابشركم ان الله اعطاك طواقيكم. الرجال ايش ما قد ينشف في ما عاد في طواقي خلاص. هلا يا شيخ. والله اني معك اني لحلق الحلق وين؟ ليه؟ بس كذا نعمل اسمي. السلام عليكم. الله حي الله يطول عمرك. حزام الله يرضى قدرك الله يرضى قدرك الله يطول عمرك. ايش حالك؟ كيف امور الرعيه يا اخوان؟ ايه يلا يا اخوان. وين قاب؟ ها؟ وين قاب؟ رحت طال عمرك حلقت عينتم من الله خير. انا الاداره ولا يا شيخ احمد الفهري سامح له. اي امس الشيخ ارحب حتى تري ناقد الله يجعلني في دعم. انا الماء الشيخ دخل لكم الشرب من الحين. فصلتك البارحه طال عمرك. فصلتني من الشيخ ورجعت لي في الناقد. لا رفض. اي رجعتك ناقد. استحيت ابي هذا شيء ابيك تفرق بين الراس ولا دقيقه هنا اسود هنا اخضر هنا اخضر هنا اسود. عكس صعب ابغاك تفرق بين الراس والقدم. لا 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 يا سليم زين انس تقول افرق بين الراس والقدم. انا تعبت يا ابو ساره. يلا جابر زين ارجع مكانك. جابر يا سليم انا تعبت يا ابو سعود. المعزز هو خربط. قايل لك يا ابو ساره ذنب واحده بس. دندعه دندعه درعه راقد. درعه راقد وسلمان ملحي راقد والشعب كله راقد. راقد لا سلمان ملحي قال هم متمردين مصيبين كانهم اياك وانت السبب. فين انت في كفيلي؟ انا اليوم اعطيت هذا العجمي. شنو مفتوح الان؟ ما يحتاج ما يحتاج امامي الان نصح الجميع. ابغى خلال 10 دقائق بكثير القريه يا شايل الوارد بعيني ديك. تعال امشي وش روح ايش بلا باسكم. باجي بقولي باجي. انت ليش توك صاحي؟ تو صاحي للحين ما له اربع دقائق. ليش توك صاحي؟ للحين. ها؟ بعدين تعال بكره قول عندي 10 ساعات طيب؟ ايه تعال بكره. والله ما تظهر. والله ما تظهر. المخزي. السلام عليكم. هذول المحترمين هذول وينهم؟ هذول ريال جيل. تعال تعال تعال. تعال تعال. اصبر اصبر. ايوه يا الله كيف لك يا اخي؟ كان يمدح شعرك بس عليك تبي تسوي سلام عليك. ما هذا شوف احد يمدح شعرك. انا هو عندي نبه. لا 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 وقف كيا وقف كيا 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 نزل راسك. لا لا زوال. لا لا والله والله سوى مش سوى 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 والله صح المحترمين وجهي. هذا 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 طلع عزبه من شغلك يا يا فاشل كبير. اقرا صوره الناس مع التعيين. ولد هذا يجيك مطبع كذاب. انا عرفت اللي يقرا على المسلمين كذاب يجي لك من الوسواس الحناد. لا لا وناسه وناسه نجي بام الام اذا طلع تدخل. لا لا اذا اذا جيت سوى دخولي نقطع لك. ايش فيه؟ كله منك انت، كله منك من راسك. كله من راسك. صح فيه؟ ايش السالفة؟ يا ابو راس! يا والله الله لا يوفقكم، ليه ما علمتوني صالح راقد؟ صالح طلع راقد وصحت. اي والله هو قام ما ادري ايش بيسوي الحين. هم يتركضوا. قل والله. قل والله. هس هس هس. اقول رحنا هنا. تعال يا بابي تعال. ايش تبي تسوي بالعيان؟ والله اختتنا. تعال يا بابي. هذا العيان. نظرة شعر قبيل. يا رجال الشعر محل الشعر. السلام يا السلام. اليوم بسوي فيك جدول. ايش جدول؟ من جدول الف. دنعة وين؟ طيب اوكي دنعة ما هو موجود؟ لا راقد باقي. والله في. والله لا قدمها. شو السالفة؟ ابي شاي يا ولد ابي شاي. عند فعالية بيقدمها. بيروح يشغل شقه. اي ارفع لي هذي. هنا في خصم والله ما اقدر اروح. اي صح يا عيال يتسبح يتسبح. وين الكاسات يا ابني؟ والله تروش يا فهد. ما هو لا
قال صاحبك وينه انت ما عرف وينه انت هد قصة كنت تحسب اني بطلها ارحب يا العسير تبقى يا ابو مرحبا والله يضحك على هذا اللي مثل عينه ومن يشوف العيون كيف معي ساعات محتار متى استخدمها تبقى اشتريها منك والله ابو مفرح انها تفدا اطلع عشان ما بيك تطلع انت وك جاي اطلع الحين ابيك تاخذ راحتك في البرنامج تنبسط والله ابيك تشوف مناطق جديده انا بروح بالنيابه عندك وين تبيني اروح من اجيب ليش لا يحترق لا يحترق حلو ولا ترى بيتحرك بوليفارد ترى بيحترق بوليفارد ما يمدي لا روح لازم واحد اها كنت نيابه عنك بطلع بعد شوي خلينا عليك يا ابو سام خلينا عليك انتوني عقب والله بطلع بعد شوي خلاص خلاص اقول عشاء ابي بث اليوم بالسان توسطنا يلا يلا نهرب فهد معي فك الجل ارحب استر استر الحمد لله احنا طرحناها اليوم الحمد لله احنا طرحناها اليوم على الهواء